حصد بيادر أيامه المشبعة بالتعب والنضال ومضى وهو الخالد في سجل بطولات بنت جبيل. أودع مطرقته العتيقة على منضدة بالية لتشهد أن أبو أسعد من أواخر كبار المدينة الذين امتهنوا مهنة الكندرجي بانكسار، ودعت بنت جبيل اليوم شيخ المناضلين نمر الشيخ أسعد بزي والد الشهيد الأسير أسعد. أبو أسعد مع الرعيل اللي نشأ معه من عند أبو تيسير لأبو سعدة اللي تربى عندهم، كان أمين لهذه المدرسة والإخلاص بحياته والصدق بعمله. بهمتك يا أبو أسعد وبنضالاتك يا أبو أسعد سنعود ننهض بهذا البلد. طاب نومك يا رفيقي، ولا تخزع ولا تجزع. لطالما تربع الراحل على عرش السهرات البنت جبيلية، يوقظ في أبنائها روح المحبة ويذر بين طيات أحاديثه حكمة من زمن الكبار، وهو الحالم ببنت جبيل فاضلة مترفعة عن كل المحن. أبو أسعد من الرجال الكبار ناضلوا وتحملوا أخطار، تاريخ ناصع مثل زهر الفل وكله عزيمة وتضحية وإصرار، تاريخهم عن تضحية بدل ومن زرعهم نحن أخذنا بدار، وبدارهم عم نزرعوا بغل بساحاتنا غاب الجنود، أحرار عم يرضوا كل حياة الذل واللي بيرضى الذل أكبر عار، وللأبد هالتاريخ بده ظل شعلة هدى في قبضة الثوار، ومش ممكن منتعب ولا منكل وبالتضحية نحن أولاد الكار، وعندي أمل بجيل عم بيطل رح يرفعوا الراية اللي حملناها من بعدنا وبيكملوا مشوار. سلطة النصوص وبالجريمة ولاد كار، لك هني سبب ويلاتنا والانهيار، واللي بيخرب ما بيصلح للعمار. في جنازة حاشدة اجتمع المحبون لوداعه، وإلى المستقر الأخير في ساحة النبي حط المشيعون رحالهم، حيث أما الصلاة على جثمانه فضيلة الشيخ ناصر أبو علاوي، ووري الفقيد الثرى إلى جانب قبر ابنه الشهيد في المدينة وشريكة حياته المرحومة أم أسعد. المؤلم جدا، من المؤلم جدا الموقف اللي أنت بتودع فيه بيك وأستاذك وقائدك ومعلمك وملهمك أبو أسعد بزي، لا يختصر بمقال ولا يختصر بمقام. نحن اليوم بنقله لأبو أسعد نحن رح نضل على طريقك الأبيض، رح نضل نقول كلمة الحق، ورح نضل نطالب برفع الظلم عن الناس المظلومة اللي كان يحبها واللي كان عايش وناضل لأجله. نحن اليوم بدنا نقول لأبو أسعد أنه رح نضل على طريق البياض، على الطريق المستقيم اللي هي بلون دقنه، بلون لحيته البيضة، بلون العز، بلون الكرامة. وبنبعث رسالة للشهيد أسعد وبنقول له مع أبو أسعد طبعا، وبنقول له للشهيد أسعد السجن صار أوسع من سجن الخيام، صار على مساحة وطن. زمان وقت اللي كان أسعد بسجن الخيام كانوا يبعدونا على المناطق المحررة، اليوم صار السجن عبارة عن وطن وصرنا مبعدين خلف بحار الذل وخلف بحار الفقر، وعم نغرق ببحار الذلة. انتبهت شو؟ وبنقله عهدا باقون على العهد، الله يرحمه. ونعاه الحزب الشيوعي اللبناني وحشد من الفعاليات السياسية والاجتماعية في المنطقة، فللراحل سجل حافل بالصبر على الأذى، حيث فجر الاحتلال منزله مرتين في بنت جبيل واستشهد ابنه في معتقل الخيام. اليوم أنا كنت بتمنى زور بنت جبيل بغير هالمناسبة الحزينة الكبيرة، رفيق أبو أسعد، رفيق نمر بزي، رفيق عمر،
كان مناضل معي مع كل الرفاق دفاع عن حقوق الطبقة العاملة، رب أولاده على المبادئ السليمة والمخلصة للوطن وللطبقة العاملة، وكان رب مقاوم من أبطال مقاومة إسرائيل اللي استشهد فيها المرحوم ابنه أسعد. نحن نتيجة هذا القدر، الإنسان له يوم بده يغادر، غادرنا رفيق نمر، هو صادق وأمين ومخلص وسمته عطرة، راح الله يرحمه ويرحم جميع الأمور. ستفتقد من تجبيل أبا واعظا لطالما بارك السهرات بأحاديثه، وستذكره بالابن والأب المرهف بوطنه وبمدينته بنت جبيل.